اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل النهاردة وردة مجسمة بالكروشيه، طريقتها سهلة وبسيطة. نعمل الدايرة السحرية، برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وبلف الخيط على الإبرة واشتغل جوه الدايرة دي غرزة عمود بلفة كده، 1. بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبلف الخيط على الإبرة وبدخل جوه الدايرة السحرية وبشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة، ان انا بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الابرة، وبشتغل كمان غرزة عمود بلفة مش كاملة، ان انا بلف الخيط وبطلع من حلقتين، بيتبقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واطلع من 3 حلقات مع بعض. وبعد كده بشتغل 3 سلسلة وبدخل جوه الدايرة وبشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده، 1. كده التاني، بقى 3 حلقات، بلف الخيط وبطلع من 3 حلقات مع بعض، وبرتفع 3 سلسلة وبدخل جوه الدايرة وبعمل فيها برضو 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة بقى 3 حلقات، بلف الخيط وبطلع من 3 حلقات مع بعض كده. انا اشتغلت 3 فراغات من 3 سلسلة، اشتغل كمان 3 عشان المفروض يكون معايا 6 فراغات من فراغ 3 سلسلة، اشتغل 3 سلسلة وبدخل جوه الدايرة بعمل فيها 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة بيتبقى 3 حلقات، بلف الخيط وبطلع من 3 حلقات مع بعض. بعد كده بشتغل 3 سلسلة، بدخل جوه الدايرة وبعمل فيها 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده، تكون معايا 5 فراغات، 1 2 3 4 5. هقفل، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هقفل الدايرة هشتغل في راس غرزة العمود بلفة، مش هشتغل في السلاسل. يعني انا في الطبيعي بشتغل في السلاسل، بقفل في 3 سلسلة بغرزة منزلقة، لا المرة دي هشتغل فوق راس العمود بلفة واعمل فيه غرزة منزلقة، هتكون معايا بالشكل ده كده، حلقة فيها 3 فراغات، 6 فراغات، 3 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. هنتقل للراوند التاني وهدخل بعمل منزلقة في فراغ 3 سلسلة، عملت منزلقة في فراغ 3 سلسلة، دلوقتي هرتفع 3 سلسلة وهدخل جوه فراغ 3 سلسلة واعمل فيه 3 غرزة عمود بلفة كده، 1 غرزة عمود بلفة كده، 2 غرزة عمود بلفة كده، 3 غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وفي نفس الفراغ هدخل واعمل فيه غرزة منزلقة، يبقى اشتغلت في اول فراغ 3 سلسلة، ارتفعت 3 سلسلة، بعد كده اشتغلت 3 غرز عواميد بلفة، وبعد كده اشتغلت 3 سلسلة وعملت منزلقة في نفس المكان هروح عند فراغ 3 سلسلة اللي بعديه وهشتغل فيه غرزة منزلقة، وبعد كده هشتغل فيه 3 سلسلة
وهشتغل 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ كده. أول غرزة عمود بلفة كده، التانية كده، التالتة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، واحد اتنين تلاتة، واقفل بمنزلقة في نفس الفراغ 3 سلسلة. هنتقل لفراغ 3 سلسلة اللي بعديه على طول بغرزة منزلقة، وهشتغل 3 سلسلة، وهشتغل 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ كده، واحد كده، اتنين كده، تلاتة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهعمل غرزة منزلقة في نفس الفراغ، وبنتقل لفراغ 3 سلسلة بغرزة منزلقة، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة وبشتغل في نفس الفراغ 3 غرزة عمود بلفة كده، واحد كده، اتنين كده، تلاتة. بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبعمل غرزة منزلقة في نفس الفراغ، وبنتقل لفراغ 3 سلسلة بغرزة منزلقة، وبشتغل 3 سلسلة وبعمل في نفس الفراغ 3 غرزة عمود بلفة بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبعمل غرزة منزلقة في نفس الفراغ، بروح عند آخر فراغ 3 سلسلة بغرزة منزلقة، بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبشتغل في نفس الفراغ 3 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة. بعد كده برتفع 3 سلسلة وبروح في نفس الفراغ وبعمل غرزة منزلقة، يكون معايا بالشكل ده كده. لا، لما برتفع 3 سلسلة اللي في الآخر دولي، احنا قلنا بنقفل في نفس المكان بمنزلقة، بعد كده هشتغل منزلقة هنا دلوقتي. انا عايزة انتقل للسطر اللي بعد كده، هرتفع بالخيط شوية. انا هشتغل هنا في الفراغ الاتنين عمود بلفة ده تحتيهم اللي كنت بعمله في الدور اللي قبل كده، يبقى هلف البتلات على وش على ظهر على وشها كده، وهروح عند الفراغ اللي هو الاتنين عمود بلفة، هدخل فيه بالإبرة بالشكل ده كده هنا من تحت، والإبرة هتكون من قدام بالشكل ده كده، وبسحب الخيط وبعمل غرزة منزلقة. تكون معايا بالشكل ده كده. وبعد كده بشتغل 5 سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وبروح عند الاتنين عمود بلفة برضو وبشتغل فيهم، بخليهم تحت فوق الإبرة، بخلي الإبرة فوق العمود في فوق الاتنين عمود بلفة، وبسحب الخيط وبعمل غرزة منزلقة. بعد كده برضو بشتغل 5 سلسلة، اتنين تلاتة أربعة خمسة، وبروح برضو بخلي الاتنين عمود بلفة تحت الإبرة، وبسحب الخيط وبعمل منزلق. بعد كده بشتغل 5 سلسلة،
بخلي برضو فراغ الاتنين عمود بلفة تحت الإبرة، بسحب الخيط وبعمل غرزة منزلق. بعد كده هشتغل 5 سلسلة، بروح عند فراغ الاتنين عمود بلفة، بدخل بخلي الاتنين عمود بلفة تحت الإبرة، بسحب الخيط وبعمل غرزة منزلق. بعد كده بشتغل 5 سلسلة، وبروح عند فراغ الاتنين عمود بلفة بخليه تحت الإبرة، وبسحب الخيط وبعمل منزلق. بشتغل 5 غرزة عمود بلا 5 سلسلة، وهنا بروح عند أول فراغ سلاسل اشتغلته، وهعمل فيه غرزة منزلقة. يبقى كده أنا اتكون معايا، عملت 6 فراغات من 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. هشتغل فيهم ازاي؟ انا دلوقتي هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهدخل في اول فراغ 5 سلسلة، وهعمل فيه 5 غرزة عمود بلفة، 5 غرزة عمود باربعة لفة، انا اشتغلت 5 سلسلة. هلف الخيط على الابرة 4 مرات، واروح في اول فراغ هشتغل فيه غرزة عمود باربعة لفة، 5 مرات هعملها، بلف الخيط وبطلع من حلقتين، وبلف الخيط وبطلع من حلقتين، بلف الخيط واطلع من حلقتين، وبلف الخيط واطلع من حلقتين، وبلف الخيط واطلع من اخر حلقتين. كده دي اول غرزة عمود باربعة لفة. تاني هلف الخيط على الإبرة 4 مرات، وهدخل في نفس الفراغ اللي هو 5 سلسلة، وهعمل غرزة عمود باربعة لفة، ان انا بلف الخيط وبطلع من حلقتين، وبلف الخيط واطلع من كمان حلقتين، بفضل ماشية كده بلف الخيط واطلع من حلقتين حلقتين، لحد ما بلف الخيط وبطلع من اخر حلقتين. كده تاني غرزة عمود باربعة لفة، كده دي تالت غرزة عمود باربعة لفة، كده 4، رابع غرزة عمود باربعة لفة، كده خامس غرزة عمود باربعة لفة. يبقى انا اشتغلت 5 سلسلة، بعد كده عملت 5 غرزة عمود باربعة لفة. دلوقتي هشتغل 5 سلسلة، وهشتغل في نفس الفراغ هعمل فيه غرزة منزلقة. تكون معايا اول ورقة بالشكل ده كده، تاني هروح للفراغ اللي بعديه بغرزة منزلقة اللي هو فراغ ال5 سلسلة، هعمل فيه منزلقة، بعد كده هشتغل 5 سلسلة، بعد كده هلف الخيط على الإبرة 4 مرات، وهشتغل 5 غرزة عمود باربعة لفة، هشتغل غرزة عمود باربعة لفة 5 مرات في نفس الفراغ. كده اول واحد، كده 2، كده 3، كده 4،
كده اخر غرزة عمود باربعة لفة، كده عملت خمسة. بعد كده هشتغل خمسة سلسلة واقفل بغرزة منزلقة في نفس الفراغ، وبتنقل الفراغ اللي بعده بغرزة منزلقة، وهكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور. انا كده عملت ورقتين، هعمل كمان 4 ورقات بنفس الطريقة، ان انا بشتغل 5 سلسلة وبعد كده بشتغل 4 5 غرزة عمود باربعة لفة، وبعد كده بشتغل 5 سلسلة وبقفل في منزلقة في نفس الفراغ، وبفضل ماشية بنفس الطريقة، هكمل لآخر الدور وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور واشتغلت بنفس الطريقة، هتكون معايا وردة بالشكل ده كده، وردة بسيطة مجسمة، ممكن نحط فيها خرز من النص لو احنا حابين نلزقه بالشمع. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.